ايه ده؟ ازاي؟ طب يا ولد، ايه يا ولد انت؟ يا ولد انت سيب الكوره يا ولد، يا ولد انت، يا ولد اللي هناك ولا حركه. تبع قيام، جلوس، قيام، تعظيم، سلام. مين اللي لطش سندوتش الفول بتاعك؟ ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب، مفهوم؟ العبوا تاني. اللي واخد عقلك، بحب يا خميس، بحب يا سيدي. هانت اديك النهارده هتخطب، وبعده هتكتب، وبعدين تخلف، وبعد بعده تتجوز، وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير، واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح دابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسة، وابن حبيبي هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس، لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحتة بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. وإذا ما أذنتلوش يفضل حابس الكحة لحد ما يروح القهوة ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كحة. ما شاء الله ما شاء الله يا أساتذة. إيه ده؟ إيه؟ عاملينها قهوة؟ تحب أوصلكم بنفسي على قهوة وكمان شيشة؟ لا أنا آخد حلبة حصى ودومنة. تاخد إيه؟ أنا عايز شيح بابوني. وأنت تهفت أهو. إيه؟ الحصة ابتدت بقالها 5 دقايق. اتفضل يا استاذ حسين، اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول. اخي برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقول لي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسه واترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا حظوظ. خميس اقفل انت وهو بره. مدرسين خردة. طب خد الزمار بره. طب خد الزمار ده بره يا فندم. انت هو الزمار يا خميس بره. اكيد الوزاره مستقصداني، والا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى، منى جري يا بنتي، ما انا كملي بقيت لمسك العريسه. ما انا جاي، ما انا لابسه يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. يعني احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم. ويعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا اخرى. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي. انا ما عنديش حريم لي اصرف ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه يا ست الكل جاي مش حاجه. يا بابا بس باخدها على قد عقلها. ستفك ربوع انا من فضل. انا فوت في السرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل دايلني في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العصر. لا لا، ما انا هلبس حالا اروح البس. ناوليني الجلابيه يا نبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت يا راجل انت ناوي تموتني ناقص عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. انا يعني جيت إيه؟ اصل جيت اقول اللي يحبوك يوم قلت اللي يحبوك، وانا قصدي اقول اللي يحبوك. بذمتك انت يا راجل انت؟ وما نشيلش جزر، ما انت اللي لخبطيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا. الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غلط في العنوان. الدنيا بتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر، هروح البس هروح البس. اتفضل. حاضر. يا دنيا
في السموكس لما بلبسه بقى زي حانوت الخواجات بالظبط. تعال هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكي ولاد الزمان بيحطوا اكله دول. انتوا بتعملوا ايه؟ خرابي. اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم، والله عارف. ملعونة بالسموك اسلب اللي شر عليا بيه. ايه ده؟ مش معقول كده يا بنت. على فكرة تقدر تقولي ازاي وافقت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رأيك؟ اصل الراجل يا ظريفة يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مرة بلاش ظريفة، ده اسم بايخ. معلش قولي يا زوزو. حقك عليا. اصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي انا جاي ازوركم في البيت الساعه 8. كنت اقول له استنى لما اخد راي الست هانم اللي موجوده في البيت. وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا جيت اقول له كده، السكه اتقطعت والحراره هربت. بقى الحراره هربت؟ والنبي وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف لايس كده في الحته وكل راجل فايت اقول له والنبي ما بشوفش حراره يا عم، والنبي ما بشوفش حراره يا عم. ايوه كل بقى الحلاوه كل. ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر. طيب اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطة. ولا اقول لك بلاش البرنيطة عشان البيت الخايبة نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ ايه؟ البس السلطة بيا. ماشي بس قطع لسانك، حط القهوة ونجارة على المطبخ. نعم الزم خدمة. هو في الحقيقة أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو؟ لما مؤاخذة معلم شوشو، مش كان واجب برضه تقول لنا علشان أقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب ده كلام؟ إحنا بتيجي الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا أستاذ خش في الموضوع. أنا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي انسه منى. هو كلمنا انا هنا شوشو بيه ملوش دعوه بالحكايه دي. ملوش دعوه ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفته يعني عايز افهم؟ ومش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضه غيرتوه؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوح عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوه. الله يخليك يا معلم. حتى مره زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا وبعدين طار في الهوا. امي كانت زعلانه بشكل قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي هنعمل ايه يا واد يا تحسين؟ الدايره تكون الست ظريفه افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك. وانا اقول لها ده كلام يا امه مش معقول، فين المعلم عاشور؟ من ابويا حكم. انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزوعة القصر. الله يرحمك يا ام. اسمع يا استاذ احنا ما عندناش بنات للجواز. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمه؟ كلمة؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسية؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسة على بختي؟ زوزو في شوية مش كده. انكتم انت ليتك مش فايتة النهاردة. ابرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك بوه افهمي كل حاجة. افهمني كل حاجة ان ما فرقتك طول بالك عليا. انت بتتني كده. انا اللي عايز بقى طلعوا على النبي. مفيش داعي. اللهم صلي على كامل النور. مفيش داعي خلاص. واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحطاطة في المحاكم والحاجات دي. مع السلامة يا أستاذ. طب مش نقرا الفاتحة الأول؟ مع السلامة يا أستاذ. المهر والشبكة طلباتكم إيه؟ الشبكة أنا بقول لك مع السلامة يا أستاذ. طب الدخلة والفرح أنا رأيي إنهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين عشان أنا جاي لي علاوة 12 قرش ونص. قلت إيه؟ قلت إن حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعة. استاذ انا اول مره حد يقول مرابعه. انا مره واحد قال لي امتلت دغدغته خالص. معلش روق دمك بس. روق دمك اسمع كلام. ايه انت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفق؟ بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. طب اطنشنا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوبكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ حكيت منتي خالص.
انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكدم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت. وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما اعدي. عجبك كده يا سي بابا؟ بصراحة ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش. انت سامعاها وهي بتقول فمشيش فيه. يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسة مش سلخانة. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم. ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار. وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي بفضل ارشاداتك العظيمه وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعيه عصيبه. ما دام بتقبض يبقى لازم تقول والا اقعد في بيتكم وريحنا. سياده البنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم قعدك من النهارده صوته وهو بيشرح هيهز ويجلجل اركان المدرسه. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي انا يهمني تلاميذ المدرسه اللي هترفد من الوزاره بسببهم مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم ان شاء الله في اخر السنه هتكون النتيجه 5-0 لصالح الاهلي. انت يا جدع انت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما انا هو واحد يا فندم مش كده يا استاذ تحسين؟ انا اؤيد اقوال الشاهد واطالب ببراءه المتهم. ما شاء الله حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم يلا يا استاذ حسين يلا يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش انت الاول. اعوذ بالله يا راجل. ده انا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. انما انت استاذ تاريخ ليك منشنا ومرنا. خلاص يا استاذ تحسين يلا اعتذر لحضره الناظر وخليك ولد كويس. يلا 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 يا تحسين بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. والله يلا يعني انا يلا انا يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. امشي يا فندم انت وهو على حصتك. مدرسين خرده وحياه النبي دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس تعبان. بعدين معاك بقى المره دي عدت. المره الجايه ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزاره يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس. كل ما اجي تحت تاريخ الاقيني بقول تواشيح. طب برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله. من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجه. حتى التليفون كل ما اطلب النمره ترد عليا اللي ما تسماش. اروح اقفل السكه. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته وقال لي التنضيع عليا يا سي تحسين وخايف ليكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصه السادسه تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك وتهبشني ازازتين بايره وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب طيب يلا يلا. تاني انت. الو الو يا اخي. الو ما ترد يا جبان. اتكلم يا بجن. انطق يا مغفل. أو انت ايه ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لكون جايبك كلب هول يطلعك من وسط 100 سماعه. ايه بس ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها. شوفها انت وحياتك. دي الساعه 5. اه 7 بالدقيقه هتكون مع منى. بجد خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة. انما انا استاذ عربي داهية وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي. هاي الشاي ده بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده انا عامله بالصابون يا راجل. يجنن. طيب طيب جاي اهو يا باي. ايه ده خف ايدك شوية. وجع في ايدك. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو اهو قول بقى. نهار كاش استاذ هاني. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟
هو صحيح ما فيهوش حرارة بقاله ساعتين، لكن ما حدش يشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني، يعني ايه؟ تليفونكو يقول اه، احنا نقول ايوه اه وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. التليفون فين؟ هو متلقح عندك، تعالى. كل يوم والتاني خسران جابك نصيبة. وقفتوا حالنا الله يخرب بيوتكم. الله، احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمة يا مدام. شكرا. الله، ده الحرارة. انا هتصلح. ها؟ اطمني يا استهاني، كل حاجة هتمشي طبيعي ان شاء الله. الانفلونزا مالية البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشمعة. بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش، خليك راجل. يا اسطى محمود. اسطى محمود. اسطى محمود مين؟ انا اسطى محمود. ايوه اسطى محمود. ايوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. اتفلشت الالواز؟ يا ريت بس سخنه. يا بنت واقفة تتصنطي على ايه؟ تتصنطي على ايه؟ فين المخبط؟ اه اختي، امر ايه؟ دستور. وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان. فعلا ما فيهوش حرارة خالص. بقاله جمعة ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش، مليان كلام حب وعواطف، محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادر اصبر اكتر من كده. منها لله امك اللي حرمتنا من بعض المده دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركه في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. الميه سخنت. بتغلي يا اسطى. اسطى انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمه يعني ايه؟ وقعد يا طبيب. شيل الغطا، شيل الغطا. حط الايه؟ النصران الاول. ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكت يا وليه، مش فاهمك انت في التليفونات. هاتي هاتي الكركوعه اللي وقعت دي. التليفون الحراره ضايعه، لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده، فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله. تلاقي الألو ألو. ها؟ أكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعي حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. وإيه بيعملوا ده؟ عليا النعمة الهريك وأنا هنا. اي نعم انا مدرس تاريخ، لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغه العربيه. افهمتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتدخل. اتفضل حضرتك. اتفضل. ادخل. صباح الخير يا حضرتك. الناظر. مش ممكن يبقى في خير مادام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضرتك الناظر، حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ، لان لنا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومه وعلى درجات، ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخره وقيله الحياه دي؟ مسخره يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجه. استاذ خميس. افندم. اهي. شوف يا بيه، اصل انا بحبها والحب مش بايدي، الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ متجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليا؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك. قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشيرش البيه. بحبها بحبها يا عالم، بحبها. تحب
متجوزة من 20 سنة دي تبقى جريمة يا فدي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسة منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضو يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكة بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزارة والا. من غير والا يا فندم. انا حوديها بنفسي ومش هتنقل من الوزارة الا يبعتوا صورة منها العشماوي شخصيا. شكرا. معلش هفرجك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى ايه؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزلة، وانا بحبها. بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش، هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس. اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا بيه، اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، اللي تنكر وما تنكرش، بقولك بحبها 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 بحبها. ششت يا جدع يا جدع، اسكت شويه وبطل بحبها بحبها. اما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفض ومش هتلحق تتنيل يا خميس اخويا. ششت سيد الناظر، انما حدث حدث بيننا بنيه بيضاء ناصعه لا غبره عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوه. الله اكبر الله اكبر. يحيى اتحاد الطلبه. زميلي هذا قلبه يحترق. انا بكلم جد. ما انا عارف، ما تبقى تيجي. طيب انا كنت بقول ايه؟ غبار. لا غبره عليها، وانا رجل عاطفي لا اطيق فراق المحبين. فيا حبزقه اظرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي، يبقى قول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتباه على كيس مخاد. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش، بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانية وأمهم. عيالك الثمانية؟ أنت متجوز يا أستاذ خميس؟ لا، إنما عندي ليا خلف ثمانية. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضرة الناظر اتنين، منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا أنتايا؟ ولما أنتوا خوافين بالشكل ده، حركات الجنان دي لازمتها إيه؟ توبة حضرة الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا مدام شوشو بيه واعتذروا لها. وخليها تسامحكم والا. من غير والا هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. تفضل تفضل. روح يا شيخ روح ان شاء الله. جريت من ايه؟ مش عارف. الرحمه يا ست ظريف. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف، خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكينا انا، ارفديني انا. امبو سيبي. واي امبو سيبي؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. الله يجي لك هستيريا في نفوخك منك. له اذا كنت شايله حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ ها؟ الولية راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفه. ست ظريفة ست ظريفة. الولاية اتقلت على الله. البقية في حياتك. حياتك الباقية. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا بالإنقاذ والمطاف يا رجالة. ما تتعبوش نفسيكم، الخيرة فيما اختاره الله. إيه يلا. اتكل على الله. حاسب يا أخويا تراز. أنقذت حياتي. يلا يا سيدي. أنقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخاك من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد لحظه. لا مؤاخذه. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامة. أجيب لك قهوة بسكر يا معلم. قهوتي يا ريتني قهوة، الله يخرب بيت مخك. هاتلي حاجة ساقعة وحاجة رشيشة وحصلني على فحالك. عينيا. يلا.
كده القائد وسموكس وفي اجدع من بلدي. ابوه بناخدكوا زي ما خدك مش عارف زي فين. سموكس سموكس مش عارف. ما تاخذنيش يا ست هاني، كل وقت وله اداه. ولا يا معلم اهي بقى سالكه وزي الفل. خف يا معلم، الجماعه لسه ما ربعنوش. وانت مال ايه؟ النبي تاخد بالك يا معلم. بقول ايه؟ ولا زي. ايوه يا معلم شوشو. عاشور لخ رمعينا. شوشو ده كان زمان. عينيا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور. غرضه يجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضو عاوز استئذان برضو يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاه، ولا ايه؟ معاك حق، بس برضو الادب مطلوب. والنبي يا معلم كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتك نيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. ابقى هات لك تروشكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين. فارت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت يا جميل. ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومه. ما خلاص يا زوبه، من هنا ورايح مفيش جروح. عليا النعمه ولا الجن الازرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس انا خايفه يا معلم. قولي لي خايفه ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمه ربنا، انت تتجوزي وتبقي ارمله وانا كمان اتجوز وابقى ارمله. هذا جناه ابويا يا معلم. وجناه امي كمان، هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رايك. المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله. الحقيقة انت فاجئتني يا معلم، والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر. ده ايه يا اخوي؟ انا موافقة. ولا انت هتتمحك زي عوايدك؟ الله يخرب بيت شيطانك، طول عمرك دمك خفيفة مضروبة. شوف يا مولى، الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. حلو. الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا دنوب. تبنجني لحد الخميس الموعود. بسم الله الله اكبر. منى. ايوه. انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حبه بقى اصل كده. الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه؟ كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلا امك؟ استني بقى. تبقى ليه منى؟ ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا بلوى الواد خميس ده قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد. يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعه اتخاد الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت
فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا ده بوحدك، هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يقرا الفاتحه على روحها. يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهارده ابيض. النبي النبي تحسين النبي. توبة ان كنت اربع تاني. توبة توبة والنبي توبة. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الامورة. يهوي ايه اللي بتعمله ده قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع اربعة بقى. رد عليا هنا، ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك. طيب طلع قدام يا واد مش تختش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانيه اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا بقى. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفسي شالها كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش يقدر يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني، طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني والله العظيم. امك اهي واعده ليه زهير بقطع السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوف هو مين. حنوت الكلب اللي دفنها كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم عن ماما بالشكل ده. الله هنا هنا تعالى هنا. رايح فين انت يا وليه؟ انت مش اتكلت على الله ونزلت في الدكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس؟ الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اتطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بحالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت هدمار تحسين معذور، اصل امك صعب قوي ما تتنسيش بالسائل. يا بابا يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه ايوه. مين؟ 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 تحسين. اللهم اجعله خير. حد يخرج في ليله زي دي؟ مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور تقول انت فاهم يا ابن حفيظ ان ملهاش ام تحميها ده بعد. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظ. ظريفة. يا سلام. والمصيبة لما جيت اقلع هدومي انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليلة زي دي. ايوه مش كده برضه ولا ايه؟ انا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه؟ ده اكيد. عملت لي فضيحة. راحت بص لي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يا قليل الحياة؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشة؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها. فبنتها تقول ابقى انا مراد جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. ايه ده فين ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الاخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. اعمل لك فنجان قهوه. ايه يا خميس؟ انا عايز اذكر عشان انساها، عايز اربع. عاوزي اربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟
يا بنتي مش معقول كده. خشي نميلك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم، هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى، انا ليله دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى انك تطشت في ميزاني واتجوزتها. ونسيت يا بابا. كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرتو يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه منى، انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريح شويه والصباح رباح. قربي مني شويه يا تحسين. انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك انا بعبدك. انا خميس والله ما تكوني جمعه. حد هقول لحمد ناظر يا خميس. يو انا بغير بقى، بغير يا تسحيل. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اصحى فوق تحسين. تحسين تحسين. امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى منى يا منى حبيبتي يا منى. الا بالله. الله يرحمك يا امي، كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. هم فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف، ما لقيتوش البيت. يا بابا لا يكون جرى له حاجه. الف مبروك، العريس لقوه. انا عاوز الحلاوه. حلاوه يا جدعان؟ انت فاكره معزه تايهه؟ العريس اهو اتفضلوا استلموه، لانه من ساعه كان امضوا لي على الوصل. الله يخيبك راجل، لما انتوا مش قد الارباع بتتنيلوا بتاربعوا ليه؟ وانت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمه. بنا انا اسف يا حبيبتي، انا مش بتاع الحاجات دي. اصل الواد خميس قبل كتب الكتاب خدني في السر كده وقول لي خد اربع، وفضلت اربع 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 لحد ما بقيت كفته. حقك عليها يا حبيبتي. انا عازماكوا على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حمام محشي بالفريك. تسلم ايديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي. العشاء عندي انا بقى، هعزمكوا في احسن.
حماس طب ما كفاية عليه الأكرة أبدا لازم بالترباس أصل يا روحي نويت من بكرة أمنع كل كلام الناس حقهم الناس أقم من بلويها أما دي حق عليها لسان عايزة جنازة وتشبع فيها لا تنورني على العرسان قل خلوني بقيت مسكين ليل نهاري في حالة نفسية معرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنية فهم غلط كان الظروف حط النقط فوق الحروف وقل وريح قلبي طمن ظهر شبابي كنت الأول سلبي من دلوقتي ايجابي عارفه السبع بتاع الغابه لو اقول لك اكون كذابه تقدري من دلوقتي تقولي ان ما بيني وبينه قرابه والعشرين زيه يهزوني يا ابني يطمعوا يجروا لو يشوفوني اللي كان واللي حصل الجو يرق والنور وصل بقت القلوب زي البيوت لما تكون متحققنا من في الحبايب زينا حبيبي جه زي الاسد يتكف عليه من الحسد برق التمام من الاتهام وبقت عليه مطمنة من في الحبايب زينا من في الحبايب زينا احم احم احنا هنا ليلتكو ليلة وطينا بتقول ليلتنا ليه هتقول ابويا من على القهوة طوي لما يشتحك تحسين مهلك قوليلي بس اسربك من ايه اخلص منك ازاي الشكيك المين مفيش امين شرطه اسمع الله خلصت من المصيبه دي تحسين انت رجعت تخرب تاني رد عليها يا جبان رد انت عايزه مني ايه بالظبط تبعد عن البيت مالكش دعوه بيها يا وليه عيب دي مراتي واللي نادي ليله دخلتي تحتاجي ما صحش دخلتك طب ادخل كده اذا كنت راجل صح ادخل ما تدخل انا اعدالك اهو اعدالي دي اعدالي شوف الحلاوة هتفضل اعدالي
شوف يا ابني، انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى وردة حلو. حماتك بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اغس الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول علي اوف ابو ودنين؟ انا اوف ابو ودنين؟ الله يطلعك يا تحسين. انا قلت له 100 مرة ما يقولش الحكاية دي قدامك. ها؟ معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي قلة حياة. يا معلم هو دلوقتي في نوبة صراحة. وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. يا نهار اسود ومنيل بستين نيلة، يعني بنت اتجوزت حرمة. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف، اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمرا، وبعد الليلة دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من علي. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجة عليا؟ حد قالك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحدة، تشقط له واحدة يقضي معاها الليلة. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كلم اسحيل عمل كده. خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهاردة يا عالم. ما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنت يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحن ناظم. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله، تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس واخد لي بالك، وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العياده، وانا حراقب كل حاجه من الجهاز ده. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر زي بعضه يا جدعان، يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. ان شاء الله. بس اسكت. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال معانا. يلا توكل على الله. يلا بينا. يلا الحمد لله اللي جزاك الله يا معلم. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ اي ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. فهموني ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه؟ هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. تفضل
أربع دول عبال ما وضب لك السرير والأوضة احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وإيه ده اللي عظيم وهايل؟ أكيد الأنتفوريا واضحة علي. أنا أصلي افتكرت إن عندي مشوار صغير رايح أقضيه وأجي. طب أجي معاك عشان أنا بخاف أقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش أبدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تأخرش عشان أنا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي إن ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. عاوز هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي 5 دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل انساني كبير. انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. ها؟ يا صيف يا انت، ها؟ قلت ايه؟ في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، ده هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس 5 دقايق وحنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له مع بعض 5 سنين. هوب بانج 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 بانج. الدكتور قال له مع بعض. قلت ايه؟ انت راح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط، انا مش عايزه عشاني، ده عشانه هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزه كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ يا ابويا ساعات البيت. يا ساعات البيت، انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي. انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجه تغضب ربنا. وحياة والدك تكلم هلا، ها؟ احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا شوف حد لك اللي انت عايزه كله، ادي جنيه وهات الباقي، ها؟ اتفضلي يا مدام، اتفضلي. سعادة البيه، المسألة كلها مش هتاخد أكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوة، نكون احنا اطمنا. أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أنت قليل الأدب ليه؟ أنت مش هتجيبها لبره، أنا هلبك بقى. أوعى. اوعى انا هتخرب بقى. جتني تاني. الادب. جتني تاني. ادب ناس ما تخشيش. يا راجل يا كلب. يا هو. ايه يا انت اهو. ايه تقول كده الله يلعنه. خير طمني. جوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه بقول له يا سعادتي بيها ناخد الوليه 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. لا انا مالي باللي بتقوله ده كله، طمني الاول هو طلع راجل ولا لا. يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع مولى. ايوه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك دغف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت اعرفها يا مشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البنت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيباتوا عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليك عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. اخف على الدكتور لا يتعدي.
خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبا، مش عايزه. حياه النبي عين وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جايه عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها، رجلي بره ورجلي جوه. يا حبيبتي يا زوبا اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبا. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضلي يا سلولة، خشي برجلك اليمين. مش معقول، بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبيني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها زين لولا. هي دي لولا. ايوه انا بتاعت التجربه. يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانية واحدة. ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالي ايه يا مكرم؟ ايه مرعوب كده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضة قوي. عريضة مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفة شارع عماد الدين على رجل واحدة. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف. فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس؟ انت تروح توديها له مالكش دعوه، هي تصرف. يا ابني انت تعالى يا وليه. ابوس ايدي. لا انت بتحبني يا وليه. انا لا عاوز حاجه ولا حد. هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ لا اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني. اوعى تخاومني ابدا يا وليه. ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا معايا كده. جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. وانا هتعلقوني من كل حاجه. لا يا معلم. لا ما هو انا هفهمك، انا هفهمك. لك اهو يا عينيا ولا زيك اهو في الرجال، والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكاله من غيرك ليا. يا اختي يا شربات، اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا، اتلم وخلي في وشك دم. هي اللي تشوف حسنك تتلم، تتوب توابات وتموت موتات، وتسيح سياحات وتروح وحدك كده بالاحضار، وتروح وحدك كده بالاحضار. احضني يا معلم. يا مبين يا بولين، دوغان هربان دوغان هربان. خليك هنا خليك، بلاش تفارق، طوعني لاخد فيك سنة سنة واقول ده سارق. ابعدي عني، اعملي معروف، روحي سيبيني انا عندي ظروف. يا اختي عليك يا اختي، ويا روحي عليك يا روحي، لما تكون يا جميل مكسوم صارت ليا طالولي اوام. انا عندي كلام، انا عندي كلام بدي اقولك، طيبك لما عليا يفوت، ما بنامش الليل وانت بتجرح. عيش واموت اموت وانا موت موزيل. عيبتني على وش جواز.
اه من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه بلاد وانا بترجح وبحيله ودي العيش للخبان لو حتى بقيت مش طايله وانا اجيب لك عذاب احلال واعمل لك اللي مايله وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوك؟ عيونك وحشوا عيوني. دول مش عايزين يشوفوكي. ياللي مش عاجبني كتوبة وبعادك عني رتوبة. طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة. ادي زوبة زقعة. لا 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 ادي زوبة زقعة. لا 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 ما تفكرش فيها ودي زوبة زقعة. لا 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 هي اولى بيها ومن استاهل الزقعة. لا 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 معلم يا معلم يا حنين يا معلم يا اخويا يا نار زي بعضه رحنا في داهية. اهدني يا معلم يا شيخ اتنيلي ده انا دمي هيب. بقولك ايه؟ تعال هنا. مين يا معلم؟ تعال. لا انا فين؟ خش الاوضه دي. لا لا تعال معايا. هو هنا هو معايا. ايش ده؟ مش صلبعين على ايه بس؟ حاضر. مين شوف اهلا يا شوف اهلا بيك ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي ها؟ قلت المنى رايحه ازور واحده جارتي عيانه. اه. وجيت اشوف تحسين. هي قال ايه الدكتور؟ دكتور ايه؟ ده انا اللي عايز دكتور يا دوب. عيان؟ اه. يا لهوي يا معلم ده انت حرارتك مرتفعه. اما اجيب ميزان حرارتي. مش عايز ده انا ما لزوم. مفيش داعي. ملوش لزوم. ازاي؟ مفيش داعي يا ستي. بس والله بس غالي عليا. الله يخليك. انا غالي عليك. لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه. مش عايز. الله انت مالك مش عايزني اخش الاوضه ليه؟ انت مش على وعدك ليه؟ الاوضه يعني انا مالك؟ انت فين يا معلم؟ الله انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله ودي تطلع مين دي؟ انا نكوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش. بقى يا راجل تسرب بونا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عمتك السودة دي. وربنا يذوب انا بريء. اخرج ما تمشي اسمي على لساني. معلش طب اهدي بس شويه يا فؤاد. طب هيبك كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى. مين الست اللي بتسيب مني وتحكد عليا؟ سيبيني في ستي ونسيب جوز بنتي اعملي معروف. سيبكم. مش كنت تقولوا انكم مش هتعرفوا وتتصرفهم؟ اهو ده اللي حصل. غصب. انا هتصرف. يعني مؤاخذه انت تستقضي حاجه بمعرفتك. اسكت انت. يا خدتك يا خدتك. بذمتك خدت ثانويه عامه؟ اسكت يا واد انت. اسكت. بس يا معلم. هو انا اتكلم؟ الو كباريس صرصار المراهق. مدام نونا من فضلك. نونا اهلا نونا. ازيك يا نونا يا بنتي؟ طبعا انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 شغلانه مهمه قوي. اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجلة ابتدي الجلسة بسرعة. جلسة ايه يا استهاني؟ اكيد حضرتك غلطانة. انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امرك. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مره بابليون برابرت كان نازل يشتري معسل. راح عند الراجل بتاع بابليون برابرت ما لقاش الراجل بتاع المعسل. ام قالت له انت ما لقيتش. ام بابليون برابرت قالت له معسل ليه؟ عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا هنا. خف شويه عليا. خف شويه يا معلم. دي لسه مرحله تمهيديه. وبعدين بعد ابراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده يا دكتور؟
بتبوسه بتبوسه. وايه يا نصر دي بتحضنه؟ خف عليا بقول لك بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. بيقول عليه السرياوسي بعد ذات السماك. هو دلوقتي اللي بيبوسها بيحضنها. خشي تحسين مات مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وسيبة العراجل وسيبة العراجل وسيبة العراجل. اشكرك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحالة بسيطة ما تخافوش. حلاوتك انت قول قول زي ما عجبك قول. هو دلوقتي في صراع نفسي مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حتة بعيد عن الشقة في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. عايز يا استاذ ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي الاحتياط واجب. كان لازم اطمن ان اللي ما سماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك. ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ن ها؟ تحسين. بقولي لا. بش هناك. انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوض. ما خلاص هانت. انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع سي تحسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى يا زوبه الموقف صعيب. وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبه الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير وبكسف اقول. ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رش تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده زوبه بلاش. احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. تاكس تاكس. استنى استنى وحدة استنى. خش انت روح خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك. على مهلك يا اسطى هي الدنيا طارت. ماما بلاش دوشه بقى علاج دماغي عد كده. ما هي
بعد لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها. ده بعدك. خلاص والنبي ليكون شاربة من دمك النهاردة. هاتي الشنطة من قدام وحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعمليه ده. ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. كاتك خيبه. بتحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقي. مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى. انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى. واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى الطراوة كده ليه؟ انا حاسس بطراوة. ايه يا وليه انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ اهدى غسيل كويسي. لا كده اعطس بقى وكده احكاية. ايوه. باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونة. اه انت يا ولية انت ما صحش يا حيوان. خليك كده خلي يا ولية. هات الهدوم ولا حتى اضرب فيك العيد ما بالك صح. يا خدتك يا لو دوم يا لو دوم يا حلو يا ولية. انت هاني بقول لك هاني بقول لك الهدوم انت مش هتخلف. طيب حتى اضرب فيك العيد ما بالك صح. ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي عبد البوش؟ انت الكرسي يروح. باي باي. جود باي. باي باي. انت ولا هدوم انت ولا هدي يا ولية ما صحش يا ولية. هات الهدوم. يا ولية راحت فين يا ولية؟ هات الهدوم يا ولية. يا ولية ما صحش كده. حبرت يا ولية. حبرت كده. سيب ال سيب سيب ال يا ولية. هات ال بصي لي يا ولد الشرطة اهو 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 اهو. يا نهار اسود. الشرطة اهو. يا ولية احتش على دمك وهات البتاع. بعيد هديك الشرطة. خليك تريح على نارك. باي باي باي. انت يا استاذ انت يا استاذ ما حدش ينزل الحمام بهدومه الداخلية. اللي انت بتعمله ده عيب يا محترم. غفل عني والله يا محترم. طب اتفضل اتفضل اطلع بسرعة. ما اقدرش. وجودك في الحمام جرحة. واطلعي بالحالة اللي أنا فيها دي جناية. بقول لك اطلع أحسن والله العظيم. يا سيد أنا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. أفهم من كده إنك مش عايز تطلع؟ يا عبده يا مصطفى تعالى هنا بسرعة. أيوه يا الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعة. أوعى حد يقربني. أوعى حد. طب طلعوا الستات الأول. أنا غير مسؤول عن أي حاجة. المسألة هتتكشف. أوعى إيدك أنت. طلعوا الحريم. طلعوا الحريم. أنا ماليش دعوة. طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه.
سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم، ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاستك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع، وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل، وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده، مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما، تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست بالاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفني قدامه وقعد يهزق فيا كام كلام ده؟ يخرب بيتك وما سابوك تاني؟ انت عايزه مني ايه يا ازرع؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جرالها اي حاجه انا هموت نفسي. اخت عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحتين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطر اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحتين. حقك عليا يا ست، انا غلطان. هات راسك ابص. اوعى شيل ايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع. اهدى، تجيب لي ميه سخنه؟ اعمل بيها ايه دي؟ احلق بيها دقني؟ هات لها ميه ساقعه. لمين؟ لحماد؟ تحت امرك. انا فضلك. يا فندم. شوف ماما تاخد ايه؟ ماما؟ تاخدي ايه يا احلى واظرف واضعص حما في الدنيا؟ اخد عمرك. هات لها. سامعه؟ تحديد. سامعه رقة ماما وظرفها وخفة دمها؟ بقول لك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع، فرخه محمره بس مش من بتوع الجمعيه، انا عارفاهم، فرخه بلدي من اللي امك مربياهم. هتلاقي مكرونه سباكيتي وفرخه بلدي من اللي امك مربياهم. نعم. وهتلاقي بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. احنا بقى جاب لنا اثنين شوربه فراخ من اللي امك مش مربياهم. وبعدين بقى واثنين اسكالوب بانيه من اللي ابوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي. هقلب عرفه غم هنا بقى. تحت امرك. يلا منوره يا حماد. مالكش داعي. السباكيتي والفراخ بتاعت امي اعطاها فين؟ ايوه هنا يا ابن المفضوح. اتفضل. دي اللي امك مربياها؟ دي مراتك اللي مربياها. اكلك منين يا فرخ؟ اكلك منين؟ ايه ده قاعد مخصص ولا ايه؟ اتفضل اتفضل شوف شغلك. حاضر. اجيب لك تحت بصل يا حماتي ولا تحبي بابا غنوج؟ اما افترض بس استنى بس ترك حته يا بنت.
انا اللي عايز اعرف في حاجه برقص مع حماتك. يا ايه؟ واحد برقص مع حماتك ممنوع. ترقص مع حماتك؟ ايوه. هي فين دي حماتك اللي ترقص معاها دي؟ اتعرفني بيها كمان. استاذ ويليام مدير الاوتيل حماتي. لا احنا صعايده بقى ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد. تاخد كام يا ولية؟ الحقيقة يا ولية. مبسوطه سيفتي؟ معلش نشوف لنا اي لوكاندا تاني. مش ممكن. المره دي جت سليمه وطردونا من لوكاندا. المره الجايه هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يخليلك بعقلك. اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفه جدا. مبسوطه من طولة لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده. ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح وساعتها حلاقي الف حلال. استريحتي؟ قوي. ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى انا مطمنة قوي ان مفيش حاجة هتحصل. تصبحي على خير يا حبيبتي. وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده؟ هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي. فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكل على الله. يلا. اهدى انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده في بيت ابوك؟ يا ست انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكل وتلاقيه حجيتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحمل يا حبيبي. انا هفرق. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما. لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما. تحتين روح هات تاكسي لماما. تاكسي. الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعه؟ معلش. تاكسي. اتفضلي يا ست هانم. فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزه ايه للوكاندا يا ست هانم؟ بقول تحب تطلعي لادي اللوكاندا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي. 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 حاسب يا اسطى. اتفضلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجه؟ يا اخوانا ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ حد كلمهم؟ البواخة بتاعتي. ايه ده؟ هو مفيش جوز يعني؟ يلا يا خلاص يا دي. يلا يلا بينا. يلا خلى عندكم ذوق بقى. ايه يا شيخ بلهام؟ ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عادي تهزروا وقتك. اخرج. ايه ايه؟ فوضى. Thank you.
جميل تفرح بجميل وتخلف مني انا الاولى مبروك يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. كلام غير دي يا اخي، هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط، دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت البتاع. يا بابا يا بابا، انا شفتها بعينيا، دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خيبتك كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت، قصدي بتاع ارواح، ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا، بسيطة. اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصية ظريف. امي، ام الله يرحمها. ايوه انا امي، امي كانت ملبشاها وكانت دايما ظريفة تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى؟ اسمها ايه؟ حفيظة بنت مسعدة. بللم بللم بالبليلة. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت، عمك مدبولي بيناديك وبدو يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وإنسانية. هندور عليها بهمية. المهم استنى عليا شوية. ما تخافش، مش هتتعب عم شبركيت، أكيد هتلاقوها، دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا أخي تتكلم، تودي نفسك في داهية. زمانها بتاكل دلوقتي مفتقة يا عم شبركيت. عزوبة ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا أخويا. الطلب موجود والإرسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركي؟ الوصول تبعتوا لها الاول دعوة من اللي عليه النية وصدق عليها من الانصلية، ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبركيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا، انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبركي ارجوك تحاول، واما من ناحية الاجر انا هكتر وعناول. وين ايوه طبعا احنا تحت امره. اديله زرابيا، اديله زرابيا، شوفوا له زرابيا، شوفوا له زرابيا. دي ماشي طمي عدسي، وده عدسي طمي، والله عدسي طمي. مساء الخير يا جماعه. امي وحشاني، امك وحشاني، ودوني لامي. ازيك يا اما وحشاني. وانت كمان يا ابني. ليه يا اما السنين لوحدي ليه؟ لحال الدنيا يا ابني، محدش بيعمر فيها. وازاي الحال عندكم يا حفيظة؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمة يا ريت. اللي في الجنة شايفين اللعيم والراحة يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار
يقولوا يا ريت لا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير، كنت عايزني في ايه؟ ظريفه يا امه، ظريفه مطهاني في عشق. وانا والنبي كمان انا عايزه اتجوز. دي مدوخانا كلنا يا اسطى حفيظه. الوليه دي مش ناويه تجيبها لبره. عدوك على اللي عاملاه عندنا. كمان عندكم؟ قلب الدنيا موقع الملايكه في بعض والشياطين في بعض، خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضيت تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل يا امه مش عارف اعيش، دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك، سيبوها لي انا. انا من زمان معروفه منها. علي النعمه طول عمرك ست مجدع وما حد هيجيب دجا غيري. والله عال بتعملوا اجتماعات سريه من ورايا؟ انت جادي يا ظريفه. يا نهارك اسود، اللي جابك هنا يا وليه؟ بتعدي صوتك على اقدم منك، مش عامله حساب للاقدميه يا قبيحه قله الادب. يا ناس يا بره، ده دول ما هو مش عايزين نسيبكم، هو بالعكس هيتجوزها غصب عني. من ده بس اياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. سيبي يا بنتي، بس هي واحدة هربانة من عندكم مبهدلانا الدنيا هنا. يا بنتي سيبي يا بنتي. العنوان شارع الشرفة نمرة 4، الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. يا بنتي لا ما تخافوش عليا، أنا ماسكاها من زمارة رقبتها. أهلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم، ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. اتفضلي قدامي. لا ليدي فيرست، يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضلي. اوعي سيبي. العربية اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق، فسبتهم وهربت وجيت لك. وجايان انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف، روح لهم تاني. روح اروح لهم. اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروح دلوقتي ملوش لازمه يا خمس. وانا مال انا است ظريفه؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحدانيه، انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمة؟ لا لمة ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسددك، اطبخ لك، اغسل لك هدومك المقلية حبيبي. ها؟ ايوه. ده انت كده منفسة خالص. منفسة في عينك، ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا ههنيك، هبسطك، هخلف لك عفريت صغنونة، انت كده اهو تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفة هاني. ظريفة هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. ايه؟ بص ايه، ما هتروح في الهوا. خميس. ايه؟ اخسى عليك يا خميس، سايبني لوحدي انا خايفة. افتح يا خميس. النهارده الجمعة، انا بقى في يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا. انا مروحة. مع السلامة. الى ربنا يخليك البني ادم يحفظك. كده تهرب مني يا روحي. ست اعملي معروف. ايه؟ اعملي معروف، ابوس ايدك، ابعد عني. بوس. انا ما رضيتش اتجوز بني ادمية، اتجوز عفريتة. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي. انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد اما قايله تعالي وقعتيني. الله
قوتي في سبع ارواح، انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيبي الجدع في حاله. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مره واحده في اخرتك. طب سيبي قدام هتجوزه بس مره واحده قدامي. يا ستي سيبيه يخرب بيت سنينك. مدرجنه معايا ليه يا حاجه؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ واحنا قدرنا نعمل حاجه وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخره. ينصر دينك يا شيخه. يا حبيبتي. بص يا ولد حاج وشاكر يامه قوي. حبيبيكي زي ايه ده؟ ازاي طب يا ولد؟ ايه يا ولد انت؟ يا ولد انت سيب الكوره يا ولد. يا ولد انت يا ولد اللي هناك. ولا حركه. تبع قيام جلوس قيام تعظيم سلام. مين اللي لطش سندوتش الفول بتاعك؟ ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب، مفهوم؟ العبوا تاني. واخد عقلك؟ بحب خميس بحب. يا سيدي هانت، اديك النهارده هتخطب وبعده هتكتب وبعدين تخلف وبعد بعده تتجوز وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا وبعدين نروح تابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبي هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا. يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكح لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كح. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوه؟ تحب اوصلكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنا. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. وانت اتخفت اهو. ايه؟ الحصة ابتدت بقى لها خمس دقايق. اتفضل يا استاذ حسين اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول. اخي برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقول لي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسة وترفدنا سوا. هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ يا خميس. امشي انت وهو بره. مدرسين خردة. طب خد الزمارة. بره. طب خد الزمارة ده. بره يا فندي تخوة. الزمارة يا خميس. بره. اكيد الوزارة مستقصداني. وإلا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى. منى. جري يا بنتي. ما يلا كملي بقيت لبسك العريس زمانه جاي. ما انا لابسه يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. اشمعنى احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم؟ ويعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا اخرى. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي، انا ما عنديش حريم لي اصرف ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه يا ست الكل جاي مش حاجه. يا بابا. بس باخدها على قد عقلها. ستفك ربو على من فضلك. انا فوت في السرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل دايلني في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العصر. لا لا ما انا هلبس حالا اروح البس. ناوليني الجلابيه يا نبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت يا راجل انت ناوي تموتني ناقص عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. انا يعني جيت إيه؟ اصل جيت اقول اللي يحبوك يوم قلت اللي يحبوك وانا قصدي اقول اللي يحبوك. بذمتك انت راجل انت؟ امال شيلش جزر. ما انت اللي لخبطتيني كمان.
وعلى العموم ما تدقيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غني في العنوان. الدنيا بتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر هروح البس. هروح البس. اتفضل. النيلة رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده لما بلبسه ببقى زي حانوت الخواجات بالظبط. تعال تعال هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكي ولاد الزواج بيحطوا اكله دول. انتوا بتعملوا ايه؟ خرابي اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم. والله عارف ملعونة ابو السموك اسلام اللي شار عليا بيه. ايه ده؟ مش معقول كده يا بنت. على فكره تقدر تقولي ازاي وافقت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رايك؟ اصل الراجل يا ظريفه يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مره بلاش ظريفه، ده اسم بايخ. معلش قول يا زوزو. حقك عليا، اصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي انا جاي ازوركم في البيت الساعه 8. كنت اقول له استنى لما اخد راي الست هانم اللي موجوده في البيت. وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا جيت اقول له كده، السكه اتقطعت والحراره هربت. بقى الحراره هربت؟ والنبي وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف لايس كده في الحته وكل راجل فايت اقول له والنبي ما بشوفش حراره يا عم، والنبي ما بشوفش حراره يا عم. ايوه كل بقى الحلاوه كل. ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر. طيب اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطه. ولا اقول لك بلاش البرنيطه عشان البنت الخايبه نسيت وجابت فيها الطرش. بقولك ايه؟ البس السلطانية. ماشي بس اتقطع لسانك، حط القهوة ونجارة على المطبخ. نعم الزم خدمة. هو في الحقيقة أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو؟ لما مؤاخذة معلم شوشو، مش كان واجب برضه تقول لنا علشان أقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب ده كلام؟ احنا بتيجي الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا أستاذ خش في الموضوع. أنا يا شوشو بيه جاي أطلب إيد بنت سيادتك الأنسة منى. هو كلمنا أنا هنا. شوشو بيه ملوش دعوة بالحكاية دي. ملوش دعوة إزاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفته يعني عايز افهم؟ مش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضه غيرتوه؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابن مين؟ الله هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوح عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فولة واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوة. الله يخليك يا معلم، حتى مرة زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا وبعدين طرف الهوى. امي كانت زعلانة بشكل، قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي هنعمل ايه يا واد يا تحسين. الدايرة تكون الست ظريفة افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك، وانا اقول لها ده كلام يا امه؟ مش معقول. فين المعلم عاشور؟ من ابويا حكم. انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزوعة القصر. الله يرحمك يا ام. اسمع يا استاذ احنا ما عندناش بنات للجواز. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمه؟ كلمه؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسيه؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسة على بختي؟ زوزو خف شوية مش كده. انكتم انت ليتك مش فايتة النهاردة. ابرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك بوه افهمي كل حاجة. افهمني كل حاجة ان ما فرقتك طول بالك عليا. انت بتستني كده. انا اللي عايز بقى طلعوا على النبي. مفيش داعي. اللهم صل على كامل النور. مفيش داعي خلاص، واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحططة في المحاكم والحاجات دي. مع السلامة يا استاذ. طب مش نقرا الفاتحة الاول؟ مع السلامة يا استاذ. مهري
والشبكة. طلباتكم ايه؟ الشبكة انا بقول لك مع السلامة يا استاذ. طب الدخلة والفرح، انا رايي انهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين، عشان انا جاي لي علاوه 12 قرش ونص. قلت ايه؟ قلت ان حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعه. ايه مرابعه دي بقى استاذ؟ انا اول مره حد يقول مرابعه. انا مره واحد قال لي امتلت دغدغته خالص. معلش روق دمك بس، روق دمك اسمع كلام. ايه؟ انت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفاهم. بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. طب اطنشنا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوبكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ حكيت منتي خالص. انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت. وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما اعدي. اتفضلي. عاجبك كده يا سي بابا؟ بصراحه ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش. بنتي سامعاها وهي بتقول في مش يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسه مش سلخانه. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم، ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار. وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي، ده بفضل ارشاداتك العظيمة وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعية عصيبة. مادام بتقبض يبقى لازم تقول، وإلا اقعد في بيتكم وريحنا. سيادة بالنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم قعدك من النهاردة صوته وهو بيشرح هيهز ويجلجل أركان المدرسة. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي أنا يهمني تلاميذ المدرسة اللي هترفد من الوزارة بسببهم، مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم إن شاء الله في آخر السنة هتكون النتيجة 5-0 لصالح الأهلي. أنت يا جدع أنت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما أنا هو واحد يا فندم، مش كده يا أستاذ تحسين؟ أنا أؤيد أقوال الشاهد وأطالب ببراءة المتهم. ما شاء الله حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم. يلا يا أستاذ تحسين يلا. يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش، أنت الأول. أعوذ بالله يا راجل. ده أنا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. إنما أنت أستاذ تاريخ. ليك منشنة ومرنة. خلاص يا استاذ تحسين يلا اعتذر لحضره الناظر وخليك ولد كويس. يلا 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 يا تحسين بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. والله يلا يعني انا يلا انا اسف. يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. امشي يا فندم انت وهو على حصتك. مدرسين خرده وحياه النبي دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس تعبان. بعدين معاك بقى المره دي عدت، المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما اجي تحت تاريخ الاقيني بقول تواشيح. طب برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجة. حتى التليفون كل ما اطلب النمرة ترد عليا اللي ما تسماش. اروح اقفل السك. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته قال لي التنضيع عليا يا سي تحسين، وخايف ليكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع، تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ في عرضك. بعد الحصه السادسه تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك وتهبشني ازازتين بايره وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب طيب يلا يلا. الو الو يا اختي. الو ما ترد يا جبان. اتكلم يا بجم. انطق يا مغفل. لو انت ايه ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي ده كون جايبك كلب هو اللي يطلعك من وسط 100 سماعه. ايه بس ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها، شوفها انت وحياتك. دي الساعة
5. سبعة بالدقيقة هتكون مع منى. بجد خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة، انما انا استاذ عربي داهية، وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي؟ هايل الشاي ده، بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده؟ انا عامله بالصابون يا راجل، يجنن. طيب طيب جاي اهو يا باي. ايه ده؟ خف ايدك شوية. وجع في ايدك. يا اختي. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه؟ اهو اهو قول بقى. نهار كاش استاذ هاني. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكو عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين، لكن ما حدش اشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكو يقول اه، احنا نقول ايوه اه، وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. التليفون فين؟ هو متلقح عندك، تعالى. كل يوم والتاني خسران جابك نصيبه. وقفتوا حالنا الله يخرب بيوتكم. الله، احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمة يا مدام. شكرا. الله، ده الحرارة. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهاني، كل حاجة هتمشي طبيعي ان شاء الله. اصل يا اخويا الانفلونزا مالية البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشمعة. بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش، خليك راجل. يا اسطى محمود. اسطى محمود. اسطى محمود مين؟ انا اسطى محمود. ايوه اسطى محمود. ايوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. اتفلشت الالواز؟ يا ريت بس سخنه. سيبتوا عم تتصنطي على ايه؟ تتصنطي على ايه؟ فين المخبط؟ اختي امر ايه؟ امشي بقى. دستور. وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مالي. تعبان. فعلا ما فيهوش حراره خالص. بقاله جمعه ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعه ما بينامش. مليان كلام حب وعواطف. محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادره اصبر اكتر من كده. منها لله امك اللي حرمتنا من بعض المده دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركه في ما تبقاش مجنون. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. الميه سخنت. بتغلي يا اسطى. اسطى انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمه يعني ايه؟ وانا يا طبيب. شيل الغطا، شيل الغطا. احط ايه؟ النصران الاول. بتعمله ده؟ اسكت يا وليه. مش فاهمك انت في التليفونات. هاتي هاتي الكرفوعه اللي وقعت دي. التليفون الحراره ضايعه، لما الحراره تضيع تسخن الميه، تحط التليفون في الميه تجيله الحراره. لا يا سيدي. ايوه كده، فاهمه؟ يا ريت شويه كزبره وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله تلاقي الالو ادو. ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعي حته بصلايه هيطلع ريحه تخبل، ريحه تخبل. ايه اللي بيعمله ده؟ عليا النعمه الهريك وانا هنا. الاول لا، ما هو اي نعم انا مدرس تاريخ، لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضليع في اللغه العربيه. انت افهمتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتدخل. اتفضل حضرتك. اتفضل. ادخل. صباح الخير يا حضرتك. الناظر. مش ممكن يبقى في خير مادام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضرة الناظر، حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ، لاننا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومة وعلى درجات، ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخرة وقيلة الحياة دي؟ مسخرتي يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه
ما لقيتش. الهانم حكت لي على كل حاجة. أستاذ خميس. أفندم. أهي. شوف يا بيه، أصل أنا بحبها، والحب مش بإيدي، الحب في القلب زي الرز في الكوسة يا فندم. إيه اللي دخل القرع في المدرسة؟ أنت مش عارف إنها متجوزة؟ متجوزة ده إيه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليا؟ حط البرنيطة لحسن ودين النبي أعمل لك صينية كنافة في نافوخك. قليل الأدب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. إن شاء الله أكون حرم تشيرش البيه. بحبها. بحبها عالم. بحبها. تحب واحدة متجوزة من 20 سنة؟ دي تبقى جريمة يا فندي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه أنا قصدي على بنتها الأنسة منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضو يا فندم عنده نظر، والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكه بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزاره، والا من غير والا يا فندم انا هوديها بنفسي، ومش هتنقل من الوزاره الا يبعتوا صوره منها العشماوي شخصيا. شكرا. معلش هفرجك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى ايه؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزله، وانا بحبها. بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش، هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس. اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا يا بيه. اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، اللي تنكر وما تنكرش، بقولك بحبها 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 بحبها. ششت يا جدع يا جدع، اسكت شويه وبطل بحبها بحبها، اما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفض ومش هتلحق تتنيل يا خميس. اخويا ششت. سيد الناظر، إنما حدث حدث بيننا بنية بيضاء ناصعة لا غبارة عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوة. الله أكبر. الله أكبر. يحيى اتحاد الطلبة. زميلي هذا قلبه يحترق. أنا بكلم جد. ما أنا عارف. ما تبقى تيجي. طيب أنا كنت بقول إيه؟ غبار. لا غبارة عليها، وأنا رجل عاطفي لا أطيق فراق المحبين. فيا حبزاء اظرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي، ابقى قول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتباه على كيس مخاد. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش، بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانيه وامهم. عيالك الثمانيه؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي نيه خلف 8. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضره الناظر 2 منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحب سيادتك ذكر ولا انتايه؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركات الجنان دي لازمتها ايه؟ توبه حضره الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا بمدام شوشو بيه واعتذروا لها، وخليها تسامحكم، والا من غير والا هنعتذر لها، وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. تفضل تفضل. روح يا شيخ.